ينضم معنا الآن مباشرة من محافظة ميسان حسين البديري. أهلا بك حسين. بداية ضعنا في صورة التظاهرات الخاصة بالموظفين، ما هي المطالب؟ نعم، تحية طيبة لجميع الزملاء في استوديوهات الأخبار في بغداد. نظمت الملكات الطبية والصحية والمهنة التمريضية وعدد كبير من الموظفين الإداريين والفنيين العاملين في المؤسسات الصحية في ميسان صباح اليوم وقفة احتجاجية للمطالبة بصرف رواتبهم ومستحقاتهم المالية المتأخرة منذ 15 يوما. هذه الوقفة الاحتجاجية استمرت لمدة ساعتين، طالبوا فيها الحكومة الاتحادية بصرف هذه المستحقات المالية. هذه المطالبات تحدث المحتجون على أن لغاية يوم الخميس سيكون هناك تصعيد ما لم يكن هناك استجابة واضحة من قبل الحكومة المركزية بصرف هذه الرواتب. بعد هذه الساعتين عاد جميع المنتسبين كوادر طبية وتمريضية إلى المؤسسات الصحية المنتشرة في كافة مناطق ميسان لمزاولة عملهم اليومي. نعم، طيب، هل ستستمر هذه المظاهرات يعني بشكل متكرر؟ وما هي أشكال التصعيد التي قاموا بها؟ نعم، اليوم ليس هناك تصعيد كبير، لكن تحدث المحتجون انهم ما لم يكن هناك استجابة لغاية يوم الخميس سيكون هناك اضراب عام، وهذا ما لا تتمناه جميع المؤسسات الصحية في محافظة ميسان، كون هذه الكوادر الطبية والتمريضية تعمل على مدار 24 ساعة في مواجهة فيروس كورونا. لم يكن هناك تصعيد، لكن لم تكن هناك استجابة من قبل الحكومة المركزية بصرف هذه المستحقات والرواتب لغاية يوم الخميس، سيكون هناك تصعيد بحسب ما أكده المحتجون صباح هذا اليوم. نعم.